ألا يكون قد صبغ الحكم عليه بعقوبة الجناية أو بعقوبة مقيدة بالحرية في جريمة مطلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره 4 سنوات على الأقل.